السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. IT for PaaS PowerPoint 2010. السؤال الأول: Save the daily requirements presentation as sleep requirement into the folder document litmus. السؤال هنا بيتكلم في قائمة file save as، يبقى من file save as احفظ الملف باسم جديد في مكان جديد، واتاكد كويس قوي من المكان والفايل نيم الاسم الجديد، نفس الفورمات تكون في الاسم واتاكد من المكان، واعمل سيف سبميت. اروح للسؤال رقم 2، سيف بس المره دي عايز يعمل سيف بنوع جديد، التايب هيغير التايب، يبقى الملف اللي مفتوح قدامي او البرزنتيشن اللي مفتوح قدامي هعمل له فايل سيف از، بس المره دي هتاكد ان انا هختار النوع الجديد، النوع يبقى هعمل سيف تايب واختار من التايب الاسم اللي هو قال لي عليه اوتلاين ار تي اف، اوتلاين تي اف، واحفظه في المكان ده واحفظه بالنوع ده واعمل سيف. واروح للسؤال اللي بعديه، ان سليب تيبس البرزنتيشن المفتوح قدامي change layout of slide 3، slide 3 وافتح عليه عشان اغير layout، هروح فوق هنا من home layout واختار layout الجديد اللي قال لي عليه اللي هو content with caption، content with caption، اختارها واروح على السؤال اللي بعديه submit. on slide 6 هنزل تحت خالص كده على سلايد السادس، decrease the indentation of the text get enough sleep، ادي التكست اهي هقف عليها تمام، وقفت عند get enough sleep قبليها decrease indentation، اما ادوس shift مع tab لان tab بتعمل increase للindentation، tab shift tab تعمل decrease، او عندي فوق هنا دي بتعمل تاب، دي بتعمل تاب يعني بتعمل increase للانديتيشن، ودي بتعمل shift tab اللي هي decrease للانديتيشن، وقفت هنا وهدوس فوق على تاب او shift tab اسف، وبعدين هعمل decrease لي. اما من هنا او shift tab submit. سؤال رقم 5، answer the question on slide 8، هنزل تحت خالص slide 8، which one of the following is good practice in adding slide title، عشان اضيف تايتل للسلايدز لازم يكون التايتل ده يكون ده اسم مختلف عن السلايدز التانية، لازم يكون في different for each slide. طب افرض انا بعمل هنا كتبت حاجة وهكملها في سلايد جديد، يبقى اعمل question 5 contain، يبقى different لكل سلايد، different a different title. in sleep tips presentation insert new slide with the title only layout after slide 8، slide 8 تحت هقف على slide 8 او ادوس على السهم ما بين slide 8 وما بين slide 9، الافضل ان انا اروح على slide 8 ومن عندي من home new slide واختار اللي اوت تايتل اونلي، وبعد كده عايز نكتب سليب ويل اد ذا تايتل سبميت. السؤال رقم 7، سيلف نفس البرزنتيشن سليب تيبس ديليت ذا لاست سلايد، لاست سلايد اخر واحد تحت خالص اللي هو رقم 9 اللي بتايتل اكزامبل، اعمل له ديليت، هقف عليه كليك يمين ديليت او ديليت او باك سبيس من الكيبورد سبميت. سلايد رقم 8 اسف كويتشنز رقم 8، ان سليب تيبس انسرت ايمج فايل، الملف ده موجود عندي في دوكيمنت ليتموس بالاسم دوت تمام، عايز اضيف الصوره ديت تكون في التوب رايت هاند كورنر، تكون على اليمين تمام فوق خالص زي اللوجو كده لكل السلايد، فوق
of all slide. يبقى دوت لازم اروح من سلايد اروح لف فيو سلايد سلايد ماستر اقف على رقم واحد الافضل او هقف على اول على رقم اتنين وبعدين انزل تحت خالص بالشيفت واضيفها واختار رقم واحد واشيل الايه الباك جراوند ستايل. الافضل والاسهل من ده كله ان انا اقف على رقم واحد السيمز ده رقم واحد الافضل اقف فين. طيب جميل بقى ايه طريقة هعمل كده واروح على insert واجيب الصورة ديت واضيفها واقول له insert الصورة طبعا اتأكد من مكانها document litmus snooze png واقول له insert اتأكد بقى من المحاذاة alignment right وتكون top slide master close submit apply design template of your choose to all slide. يبقى من design اختار اي design كليك شمال عليه او كليك يمين apply for all slide submit. سؤال رقم 10 zoom the display to 17. هروح تحت خالص عندي اللي هي 65 او اروح من فيو على علامة العدسة زوم واكتب الرقم 70 ادوس اوكي سبميت انسيرت سلايد نمبر. يبقى من انسيرت سلايد نمبر جوه عندي في هيدر وفوتر يا اما من هيدر او وفوتر يعني من هيدر وفوتر هنا او من سلايد نمبر هيدر وفوتر واختار تحت كده سلايد نمبر apply to all set the presentation view to slide sort view. يبقى هختار view رقم 2 بعد النورمال سلايد سورتر هختارها واروح على السؤال اللي بعديه submit change the user information to your full name and save. يبقى من فايل اوبشن واكتب هنا اسمي في اليوزر نيم وادوس اوكي سيف سبميت واروح للسؤال رقم 14 اون سلايد 2 هروح لسلايد 2 تمام change the font type of the title text start now to time new romans كلمه start ناو اختارها او هختار الشيب بس وعندي من فوق من قائمة هوم هختار الفونت اختار تايم نيوز او تايم نيو تايمز نيو رومان سبميت من سلايد 2 تشينج ذا فونت كولر اوف ذا تكست تايتل تكست ستارت ناو هو اللي احنا كنا فيه من شوية السؤال اللي فات اختار برضو start now اعمل change للفونت color للفونت color اي لون باستثناء الابيض والاسود submit on slide 3 روحنا لسلايد 3 title enter the title text wake up L submit on slide 4 روحنا لسلايد 4 move the text importance of روتينز تمام اللي هي اخر حاجة خالص اخترتها above the full text it makes يعني دي هتبقى فوق اول بوينت يبقى اعمل من هوم cut وقف فوق واعمل paste on slide 5 رحنا لسلايد 5 change the case of the text task هروح للتاسك وعايزها تكون in the first two of the table to capital letters change case عندي من home في الجروب اللي اسمه font a capital a small ادوس على السهم الصغير واخليها upper case submit سؤال رقم 19 on slide 5
نروح لسلايد 5. Add the text developing strategy into the last row. يبقى هكتب الكلمة دي تحت writing copy في in the table. اكتب developing strategy. Submit. On slide 5. Add new column. يبقى اروح على الكولوم الاخير to the right of the table. هقف على table. كليك يمين insert. Right او من فوق من اللي اوت في عندي insert line. Create new align chart using the data blue. طيب يبقى انا هروح لسلايد 6 on slide 6 وهضيف chart. يبقى يا اما اقف على chart هنا او اروح من فوق على insert وضيف شارت. طيب هو عايز الشارت دي تكون لاين شارت فاختار لاين شارت واقول اوكي وابدا اضيف الداتا ديت في الاكسل اللي هي تاسك وديوريشن وايميل وميتنج وسوشيال نتورك وبزنس واكتب الارقام. طبعا اعمل ديليت للايه للجزء اللي كان عندي زياده. اول ما هقفل الاكسل ده اللي هيطبق عندك ايه في الباوربوينت. Submit. In slide 7, رحت لسلايد 7. Display data labels in the line chart. طيب هقف على الشارت واختار من فوق layout data label وهضيف أي مكان للline chart. تمام أي مكان سواء يكون في السنتر أو أي مكان لأن هو ما حددش معايا. Submit. من سلايد 8 هروح لسلايد 8. تمام عايز ديليت ذا شارت سيلز. كلمه سيلز هقف عليها واعمل لها هو اسف الشارت كمت عامه هقف عليها واعمل لها ديليت. اختار الشارت واعمل ديليت. ديليت طبعا من الكيبورد. سبميت. من سلايد 9 هنروح لسلايد 9. كرييت اورجانيزيشن شارت اند Populate it with the delete show blue. عايز يعمل organization chart. تمام تكون بالشكل ده. طب هو الشكل ده شكل organization ولا smart art؟ ده smart art. تمام smart art. هختار كده smart art. الهيروركر دوت موجود عندي هنا. هختار ده اول شكل وهقول له اوكي. اتضاف. انا مش عايز ده. فهقف عليه واعمل له delete. وهبدأ أنقل كل ده. ده السؤال رقم 24. هتنقل كل ده. السؤال رقم 24 هيبقى بالنسبة لي رقم 36. أخلص الامتحان الـ 35 سؤال وأرجع أكتب كل الكلام ده. حرام إن أنا أقف في السؤال 24 وأقعد أكتب كل ده. خاصة لو أنا بطيء شوية في الكتاب. ليه؟ لأن أنا دلوقتي السؤال 24. على افتراض إن شاء الله إن حضرتك حلل 23 سؤال صح. ما ينجحونيش. وهتقعد بقى تكتب كل ده وفي الاخر هو نفس الدرجه اللي هاخدها على اي سؤال. كل سؤال ليه نفس الدرجه. السؤال دوت مش عليه درجات اعلى من اي سؤال تاني وهتقعد فيه 5 دقايق. طب وليه اعمل فيه السؤال ده اعمل له سكيب. تمام ويبقى بالنسبه لي هو الرقم 36. لما اخلص كل اسئلتي هدوس تاني على 24 وابدا احل. طيب احنا طبعا هنحله دلوقتي واعمل سبميت واروح للسؤال 25. سؤال 25 in the firework records powerpoint presentation change the slide orientation to portrait. اروح على طول من هنا من على سلايد الى ديزاين سلايد اورينتيشن واختار portrait. Submit. In slide 2, هقف على slide 2. Realize the picture. هقف على picture ديت. Realize the picture so that it is 4.5 inches, 11.43 centimeters. طيب أنا لما اخترتها هدوس على format. Size هنا بالسنتيمتر.
طيب عشان اكتب الطول والعرض لازم ادوس هنا على سايز واكتب بايدي، اكتب بايدي هنا في الهايت وفي الوايد، ابدا اكتب هنا، اتاكد ان ديت مش معمول عليها علامه صح، وابدا اكتب فوق الطول والعرض اللي هو قال لي عليهم بالانش او بالسنتيمتر. طب انا هكتب بالانش، يبقى لازم اعمل علامه الكوديشن دي، اكتب بالسنتيمتر، هكتب سي ام واوريدي هي بالسنتيمتر، فمش محتاج اكتب السنتيمتر، يعني ممكن اكتب الرقمين على طول دول، او لو كتبت الرقم ده وده لازم اكتب علامه الكوديشن دي، وادوس كلوز سبميت، واروح للسؤال رقم 27 اون سلايد 3، هقف على سلايد 3، انسرت ذا ايمج فايل، انسرت كيتشر دوكيمنت ليتموس تاور دوت جي بي جي، انسرت، ما قاليش اي حاجه ثانيه، سبميت، واروح للسؤال اللي بعديه ان سلايد 3، موف ذا بيكتشر ان ذا بوتوم ليفت، هقف على ديت، موف ذا بيكتشر تو ذا بوتوم هاند رايت، يبقى عايزها هنا اوف ذا سلايد، يبقى من الاينمنت خليها رايت سبميت. سؤال رقم 29 اون سلايد 4، سلايد 4 اوف ذا تولز بيلدينجز بي بي تي اكس برزنتيشن دموت مستر بيكر، ادي مستر بيكر هقف عليها، ومن هنا من ديزاين عندي بروميت وعندي دموت، هختار دموت وادوس سبميت. Add a line below the title design and development on slide 4. Slide 4 وهضيف line، يبقى هقف كده وعندي في home ادي drawing، من هنا هختار line وهرسمه تحت design and development. On slide 4 هو عايزه يكون بالظبط زي اللي موجود في بقيه الاي سلايد، بالظبط زي ذا سيم سايز اند بوزيشن از ان ذا اذر سلايد. طيب انا لو هحل السؤال ده هحله ازاي؟ انا مش هروح واعمل انسرت، انا هقف على سلايد 3 واختار، اقف على اللاين ده واختار كوبي واجي في لاين في سلايد 4 واعمل بيست على طول، هيتضاف عندي نفس اللاين بنفس البوزيشن بنفس اللون كمان. سبميت ان سلايد 4، اروح لسلايد 4، اد ذا بريزنتر نوتس، هقف هنا عشان اضيف النوتس تمام، وابدا اكتب كل الكلام ده بنفس الفورمات بعد اذن، يعني الكابيتال والسمول نفس الشكل ده. سبميت ان سلايد 5، هروح لسلايد 5، تشينج the end style of the arrow، الرو ده الارو ده السهم ده to the diamond، diamond هقف كده تمام، format واروح للاوتلاين هختار من هنا الوايت الارو اهي، وعايز diamond الشكل ده الشكل دوت ده diamond، يا اما لو رحت من format هلاقي shape outline جواها واختار من هنا arrow واختار diamond، او زي ما قال لي ستايل 10. سبميت سلايد 5 اون سلايد 5، هروح لسلايد 5، انتر ذا تكست لانشد ان 2010، اكتبها كده في الشيب ده وادوس سبميت. اون سلايد 6، هروح لسلايد 6، برينج ذا فريم تو ذا فرونت اوف ذا بيكتش، ادي الفريم هقف عليها كده، ومن فورمات فوق عندي برينج، ادوس على السهم ده وادوس برينج تو فورمات. سبميت سيت ذا سلايد شو، يبقى سلايد شو سيت اب تو ستارت فروم سلايد 1، خلي ديت فروم سلايد 1 واقول له اوكي. السؤال الاخير Add the slide transition. Add slide transition. Random parse. Add random parse.
اخترتها with any effect. ادي الافكت هختار اي افكت. اروح للافكت التاني to all slide apply to all. submit finish test. بالتوفيق للجميع. IT for pass. لو حضرتك ده اول مرة تكون معانا في IT for pass محتاجين ان انت تعمل سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو لايك اند شير. توفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.